السلام عليكم بنات، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى وانتم كتشوفوا الفيديو ديالي تكونوا في احسن الاحوال. مرحبا بكم، معكم فاطمه الزهراء. اللي ما كيعرفنيش انا فاطمه الزهراء، اللي ما كيعرفش المحتوى القناه يدير واحد الدور على القناه ويتعرف عليها ويشترك بطبيعه الحال اللي عجباتو ويفعل الجرس باش يبقى يوصلو كاع الجديد ديالي. كما كتشوفوا في العنوان ديال الفيديو، صراحه طلبوني بزاف ديال البنات على انني نحط لكم وصفه ديال الرموش او لتطويل الرموش، بكوني انني حطيت واحد الفيديو على كيفاش تلصي الرموش. فقلت لكم باللي اللي كيهمها الامر واللي بغات تعرف يعني شنو كندير للرموش ديالي، يعني باش كيبقاو يعني في الكثافه ديالهم وكيبقاو يعني طوال وما كيتكسروش، تخلي عليا في التعاليق وانا معليا غير لبي الطلب ونقول لكم شنو كندير. فبزاف ديال البنات يعني كيطيحوا ليهم الرموش ديالهم بكثره. انا من هاد البنات، يعني حتى انا ما غاديش نهرب من هاد الشيء هذا. غير كتحكي عينك راه كيبداو الرموش ديالك كيطيحوا، وكيطيحوا بالخصوص مني كتكوني تديري مثلا الماسكارا اللي بيريمي مثلا، اولا كتكتري من الماسكارا وما كتغسليهاش، ما كتغسليهاش يعني بالليل ملي كتبغي تنعسي، ما كتغسليش وجهك مزيان من المكياج، ما كتغسليش الجذور ديال الرموش ديالك، ما كتغسليهمش مزيان. فهاد المشاكل هادو طبيعي على ان البنات يطيحوا فيهم، ولكن كاين الحل. اي حاجه ليها الحل، ما تخافوش، مشكل اللي عادي، مشكل اللي نقدروا اننا نعالجوه غير بوصفات طبيعيه. اليوم ان شاء الله جبت لكم شنو كندير انا، يعني جبت لكم شنو كندير بصح، يعني ماشي غير داوي خاوي، شنو كندير يعني للرموش ديالي. وكنتمنى تنتوما يعني طبقوا هاد الوصفه هادي، ولانها وصفه فعاله صراحه، وماشي غير بوحدي اللي كنديرها، وصفه اللي معروفه وكل تبان كيديرها. هانتوما الرموش ديالي، يعني ما دايره ليهم لا ماسكارا لا حتى شي حاجه. ما عنديش مشكل انا في الرموش صراحه، لان اصلا عندي الرموش طوال ديجا قلتها في الفيديوهات. المهم البنات، بلا ما نطول عليكم اصلا في هذا الفيديو هذا، لان الوصفه سهله وراها معروفه كما قلت لكم، خاصكم غير تطبقوها ويعني يعني تديروها، ماشي تهاونوا فيها، ديروها وتبعوها، راها زوينه بزاف بزاف. ويعني بزاف ديال اليوتيوبرز كيديروها، وبزاف يعني ديال الناس اللي سيديروا فيديوهات راهم دايرين فيديوهات عليها. وصفه معروفه، ماشي انا الاولى ولا الاخرى اللي غادي نحطها لكم. المهم شنو هي الوصفه؟ عندنا هنايا المكون الرئيسي في هذه الوصفه هذه، اللي هو زيت الخروع البنات، زيت الخروع، ولكن ماشي اي زيت خروع. تمشيو تطحنوه، يعني قدام عينيكم تمشيو عند الناس اللي كيطحنوا الزيوت الطبيعيه ويطحن لكم زيت الخروع، يعني قدام عينيكم، لان بزاف ديال الناس ولاو دايرين هذا المشروع هذا، تيطحنوا الزيوت الطبيعيه، تيطحنوها قدام الناس وكيبيعوا بحال هكا قريعات. كاين 30 درهم، كاين 50 درهم، المهم على حساب على حسب الجوده ديال البرودوي اللي غادي تشري، اولا على حسب الزيت اللي غادي تشري. المهم البنات، المكون الرئيسي هو زيت الخروع. زيت الخروع راه مفيد بزاف بزاف، ماشي غير للرموش، كذلك الحجبان، كذلك الشعر. هو كينبت صراحه الشعر، كينبت يعني بواحد الطريقه، خاصك غير تتبعيه وتداومي. المهم المكون الرئيسي كما قلنا هو زيت الخروع. ثاني مكون البنات اللي هي الثومه، واحد الطريس ديال الثومه كما كتشوفوا، كتاخذوه كتحاولوا انكم تفلحوا اولا مثلا غير تقطعوه هكايا طريفات صغيورين وكديروه في هذه القريعه هذه ديال زيت الخروع. المهم القريعه راه ما غاديش ديروها كامله، لان غادي نطبقوا الوصفه على الرموش ديالنا، ما كيحتاجوش يعني واحد الكميه كثيره. تقدروا تاخذوا نص القرعه وديروها في قريعه واحده اخرى اللي تكون صغر من هذه، وديروا الثومه وتخليوها في هذه الزويته هذه، يعني حتى تطلق المنقوع، يعني واللي اللوغو ديال الثومه، وفي نفس الوقت زيت الخروع. وتبقاو تاخذوا المرود البنات، المرود ديال الكحول يكون جديد، تحطوه خصيصا لهاد الوصفه هذه. وفي ما تبغاو تنعسوا بقاو تكحلوا شويه دوك الرموش ديالكم، الجذور ديال الرموش ديالكم بهاد الزويته هذه اللي كتكون فيها هذيك يعني هذيك اللوغو ديال الثومه. اولا خذوا ديك الفرشات ديال الريسيل تكون نقيه، بحال دابا ما عندكمش القريعات بحال هذا، خذوا هذيك يعني العلبه ديال الريسيل اللي تكون خاويه، اللي تكون صافي ما بقيتوش كتستعملوها، غسلوها مزيان وديروا فيها زويته
ديال الخرواع معاها الثومه صافي. وهذيك الشيته بقاو تمشطوا هكايا الجذور ديال الرموش ديالكم كل ليله. في الغد ليه في الصباح غادي تغسلوا كما كتغسلوا وجهكم، راه غادي تغسلوا حتى الرموش ديالكم بشكل طبيعي. داوموا على الوصفه، لان زيت الخروع والثومه راه كي يعني زيت الخروع والثومه البنات راه كينبتوا الشعر. وانا الوصفه ما غاديش نحطها على اساس الرموش، كذلك اللي عندها نقص في الحجبان ديالها كيطيحوا لها الحجبان، لان حتى الحجبان حتى هما كيطيحوا بهاد القلم، كيطيحوا بالجيل اللي كنبقاو نتراسيو به حجباننا. فبقاو ديروه لانه كينوض. وكذلك حتى الشعر، الجذور ديال الشعر البنات، راه زيت الخروع مفيد بزاف للشعر بصفه عامه. فيما كان الشعر الخروع كينبتو، يعني فيما كان الشعر كيطيح ليكم راه زيت الخروع كينبتو، زائد الثومه. وهذه حاجه معروفه بزاف، يعني بلا ما نحتاج انا نشرحها ولا يجي شي واحد اخر يشرحها، راه معروفه هذه الوصفه على الصعيد العالمي ان زيت الخروع كيعاود انبات الشعر. والدليل على ذلك ان الرموش ديالي البنات راهما يعني ما مزيانين، واخا تيطيحوا ليا المهم محاوله على انني يعني محافظه على الكثافه ديالهم ومحافظه عليهم، يعني باش ما يمشيوش ليا كاملين. لان حتى انا تندير ماسكارا، حتى انايا بعض المرات ما تنغسلش عينيا من الماسكارا، حتى انا تندير الاخطاء صراحه، راه ماشي غنهرب منهم ولا شي حاجه. فواخا هكاك راه ضروري خصنا نلتجئوا بحال هاد الوصفات باش نحاربوا هاد المشاكل هادو اللي كنطيحوا فيهم. كما قلت لكم هاد الوصفه هادي ما كتصلحش غير للرموش، كذلك للحجبان والشعر البنات. كنتمنى تكونوا استفدتوا معايا، وما تنساوش تاخذوا الزيت الخروع الاصلي، ماشي اي زيت خروع مشيتوا لقيتوه عند شي واحد خديتوه، خذوه من عند الناس راه عطاهم الله. هاد الناس هادو اللي ولاو دايرين هاد المشروع هذا صراحه مشروع زوين بزاف، كنشجعهم عليه. كتمشي عنده كتقول ليه مثلا عطيني زيت الخروع، اولا طحن ليا زيت اللوز، اولا طحن ليا زيت ارغان، اولا زيت افوكا، اولا جو سي با ما عرفتش واشنو كيكون حاط بالضبط. المهم كاع داكشي اللي كتحتاجوه راه غادي. زيت جنجلان حتى هو زيت جنجلان معروف عليه كيغلظ المناطق، يعني بحال دابا الا كنتي باغي ديري تغلضي شويه وجهك، وهذا ماشي الموضوع ديالنا. تاخدي زيت جنجلان تبقاي ديريه يعني كل ليله الوجه او الخدود ديالك، لانه عنده واحد المفعول قوي انه كيزيد الوزن. كذلك في المناطق الانثويه بلا ما نذكرهم، المهم راكم عارفين شنو تنقول، كيزيد صراحه الوزن. المهم هذا غير جات في الهضره وصافي، الموضوع ديالنا كيتعلق بالرموش. البنات اللي طلبوني على الوصفه كنتمنى تكونوا استفدتوا معايا. هذه هي الوصفه اللي كدير اختكم فاطمه الزهراء، تبعوها وداوموها راها زوينه بزاف وغادي تعطيكم نتيجه. وحاولوا ما تحبسوش، دائما عالجوا بحال هاد المشاكل، لان الانوثه والجمال ديال المراه راه هو كلشي، راه هو اللي باش تخدمي كتزوجي انت بينك وبين نفسك كتكوني مرتاحه. كنتمنى من الله تكونوا استفدتوا معايا وتاخذوا يعني الوصفه بعين الاعتبار. كما قلت لكم راه ماشي غير بوحديتي اللي نطو حطيت هذه الوصفه راها معروفه، ويعني معروفه على الصعيد العالمي، ماشي غير المغاربه اللي كيديروها يعني من جميع الدول صراحه، وعندها اقبال ونجاح كثير صراحه. هذا الشيء اللي كاين البنات. مهم عارفه راسي طولت عليكم في الفيديو، ولكن كنحاول انني نوصل يعني كنوصل لكم يعني داكشي اللي كنبغي نشارك معكم، كنوصلو لكم بصوره يعني زوينه وتفهموني وتفهموا اشنو تنقول لكم. المهم اللي خصها اي حاجه، اي وصفه، اي معلومه، اي موضوع بغيتوني نهضر لكم عليه، ما عليكم غير تخليوه ليا في لي كومونتير، وما عليا انا غير نلبي الواجب ديالي. وكنتمنى نكون عند حسن ظن الجميع يا ربي، وما نكونش يعني ثقيله على قلوبكم، نكون خفيفه ونكون كنعطي واحد طاقه ايجابيه للناس ماشي طاقه سلبيه. ونتمنى يا ربي الهلا يحشمنا، وان شاء الله يا ربي تكبر القناه. القناه راه ماشي ديالي، راه ديالكم، يعني نتوما اللي خصاتكم شي حاجه خليوها ليا في التعاليق، وما عليا انا غير نلبي الطلبيات ديال الناس. هذا الشيء اللي كاين، ما تنساوش الا كتشوفوا لاشي الاول مره تشتركوا وتفعلوا الجرس باش يبقى يوصلكم كاع الجديد ديالي. وما تنساوش تبارطاجيو الفيديوهات ديالي مع الناس اللي كتعرفوا، العائلات، صحاباتكم، صحابكم، تبارطاجيو الفيديوهات، حيت شي اللي ما همكش انت الفيديو يقدر يهم واحد الانسان او واحده اخرى. ما تنساوش لي لايك، خليوا الفيديو يوصل لواحد العدد كبير ديال لي لايك،
ولي كومونتير راه كنقراهم وكنجاوب عليهم صراحة، زوينين في حالكم. وكذلك انتقادات كناخذهم يعني بكل روح رياضية، حيت بلا انتقادات حنا راه ما نقدروش نزيدوا لقدام. كنتمنى الوصفة تعجبكم، نتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد. سلام عليكم.